حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الصحفي عبد الله العلمي. مساء الخير استاذ عبد الله. لعل الحديث عن العلاقات المتميزه التي تربط بين المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ومملكه البحرين هو امر في غايه الصعوبه بالنظر الى عمق العلاقات المتجذره والتاريخ المشترك الذي يربط بين المملكتين الشقيقتين، ولكن يعني مثل هذه المناسبات الوطنيه المجيده في الشقيقه الكبرى ورؤيه مظاهر الاحتفال وكأن مملكة البحرين تزهو بأعيادها هي الوطنية، يعني مشاركة من الشعب البحريني لهذه المناسبة الوطنية المجيدة في الشقيقة الكبرى، لعلها مناسبة لاستذكار التاريخ المشترك والمحطات التاريخية التي تربط بين المملكتين في مختلف المجالات. نعم، أشكركم على الاستضافة، ولعلي أبدأ برفع التهاني إلى صاحب الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة السعيدة. ذكرتم في بالنسبة للمجال العسكري، التعاون في المجال العسكري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة. كلنا نتذكر مناورات التمرين العسكري المشترك كان اسمه جسر 18 بين القوات البحرية الملكية السعودية بممثلة حسب ما أتذكر بالقصور الشرقي والقوات البحرية الملكية البحرينية، وتمت في مياه الخليج العربي طبعا، وغير ذلك من التعاون العسكري بين البلدين. السياحة، إذا أردنا نتحدث عن السياحة، يعني شهدت الحركة السياحية نموا عاليا جدا بين البلدين الشقيقين، 4 ملايين زائر سنويا يصلون إلى البحرين عبر جسر الملك فهد. إذا أردنا الحديث عن المجال الثقافي مثلا، علاقات التعاون معروفة بين السعودية والبحرين، المجالات الأدبية الفنية التراثية وايضا حتى الاعلاميه. يعني اتذكر انه اقيمت عده معارض الفنون التشكيليه، واقيمت ايضا مهرجانات الايام الثقافيه في كل من البحرين وفي السعوديه في الجنادريه كما تتذكرون. العلاقات الاقتصاديه، اذا حبنا نتكلم عن العلاقات الاقتصاديه، احنا نتكلم هنا اخي الكريم عن انفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين السعوديين والبحرينيين. البحرين بحمد الله استقطبت كثير من الاستثمارات السعودية، بل أصبحت بالمناسبة البحرين أصبحت تستحوذ حسب قراءتي الأخيرة على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية السعودية، والعكس أيضا، والعكس أيضا صحيح. فالبحرين تعد يعني بالنسبة لنا في السعودية تعد الشريك التجاري الأول بغير منازع في المنطقة. نعم أستاذ عبد الله، يعني تحدثت عن الجانب العسكري، وفي ظل ما يعني تموج به المنطقة من تطورات متسارعة تتطلب الوحدة بين دول المنطقة، ولعل النموذج البحريني السعودي يعتبر نموذج يحتذى في مثل هذه الظروف من علاقات مشتركة وتحالفات استراتيجية تشمل مختلف المجالات. كيف تنظر لمستقبل هذه العلاقات في ظل ما تمر به المنطقة؟ العلاقات العسكرية الأمنية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة يعني لا يمكن أن نقارنها بعلاقات المملكة العربية السعودية مع أي دولة أخرى، لأن إحنا أولا لسنا فقط جيران ولكن أيضا أشقاء، نتحدث نفس اللغة، قبائلنا من نفس المكان. الاعتداءات التي حصلت في البحرين، كنا بجانب البحرين، الاعتداءات التي حصلت على السعودية كانت البحرين بجانبنا. يعني آخر شيء الساعات السبعة التي يعني كسرنا فيها الغطرسة الإيرانية كانت المنامة بجانبنا، كان جلالة ملك البحرين بسؤاله ورسائله ومخاطباته الهاتفية مع خادم الحرمين الشريفين. هذا أكبر دليل على تلاحم الشعبين وتلاحم القيادتين للوقوف يعني أمام هذا الجبروت الذي يأتينا من الشمال ومن الجنوب.
في وحدة يعني تمثلت فيها أواصر الصداقة والمحبة والأخوة، ووضعت مثالا يعني للتضامن والتعاون بين دول مجلس التعاون. نعم أستاذ عبد الله العلمي، نبارك لكم هذه المناسبة الوطنية، ونسأل الله للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دوام الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. من الرياض الكاتب الصحفي عبد الله العلمي، شكرا جزيلا لك.